ظبطت لك معاد مع مروان شيبوب، مبسوط؟ عفارم عليك يا ابو سليم. والمعاد حيكون امتى ان شاء الله؟ الاسبوع الجاي يوم الخميس الساعه 12 بالمساء. وانا جاهز بالخطه. وهلا ما نويت تخبرني عنها؟ استعجل لي بس يا ابو سليم، ما كل حاجه هتتم عن طريقك. من شان الخطه لو مش منيحه ما تحرجني مع مروان. هيدي الناس الوقت عندهم له تمن، ما بيعطوا فرصة تانية. وأنا مش عايز غير فرصة واحدة، وهي دي اللي هخلص فيها. ده إيه النور ده يا مالكة؟ ده السجن مضلم من غيري. يا أختي ما هو منور بقاله 30 سنة، هيفضل منور كده على طول. خلينا نشم نفسنا شوية. قولي لي يا بنت طالعة إمتى؟ هخرج الشهر الجاي بإذن الله. أوعي ما تجيش تزوريني. هو أنت قاعدة فين يا مالكة؟ أنا قاعدة في فيلا جوزي الله يرحمه. هو جوزك كان عنده فيلا؟ مع دريتي كيداهم. مين كيداهم؟ كيداهم اللي كانت مسجونة هنا تبقى ضرتك؟ تبقى زفتتي. أتاريكي كنت قرشة ملحتها. بس الغريبة دي عمرها ما جابت لي سيرة الموضوع ده خالص. بص يا بنت، أنا جالك في المصلحة. المرحوم جوزي الله يرحمه كان عنده واحد صاحب الروح والروح، عنده شوية ألماز عايز يصرفهم. قلتلي بقى. قلتلك ايه؟ قصدي يعني اكيد جايالي عشان اشوفلك صرفة في الموضوع ده. وهو انا ياخت اعرف حد غيرك في الكار ده؟ يبقى عليكي وعلى المعلم سلامة مركيز. سلامة مركيز؟ مين سلامة مركيز ده؟ وتعلموها بقى وما تمسكوناش بالشوكه وتاكلونا بالمعلقه. تمام، ماشي.